اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معايا اليوم ان شاء الله في درس جديد. كيف ما شفتوا انا من بعد ما خدمت عندي هنايا غنجيو ونقطع نصف الطوق ديالي. من بعد ما خدمت هذا المثلث هنايا غنجيو وغنعمل بحال هذه. من بعد ما كنت شاركت معكم الفيديو ديال البدايه ديال هذه كيفاش كان بداوها من هنايا، دابا هنايا لا غنعملت تحددت نصف الطوق عاد باش غنخدم هادو ما غنطلعهم بلون مختلف كيف ما كتشوفوا معي. تبعوا معي الفيديو كامل حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه وجميع المراحل كيفاش غنخدمها. كيف ما قلت لكم دابا من بعد ما خدمت لي هنايا عندي 26 غرزه باش طلعتها. دابا غنقلب وكنقطعوا نصف الطوق ديالنا وكنثبتوه وعاد نرجعوا باش غنكملوا الخدمه. هذه هي الطريقه اللي كنقطعوا بها. انا حتى كنخدم نصف الطوق عاد باش كنقطع صافي. من بعد كنحيد هذا الخيط اللي كنت نبلت به دابا غنجي وغنعملو بهالطريقه هذه وغنبلم ونرجع ان شاء الله باش نكمل معكم باقي المراحل. هانتوما كيفما شفتوا معايا من بعد ما نبلت الثوب ديالي دابا غنكمل الخدمه ديالي. انا بالنسبه لهنايا خصني يكون عندي 27 غرزه ماشي 26 حيت باش غنهزو 12 من هنا و 12 من هنا وغيبقاو لنا 3. هذوك 3 هما اللي غنطلعوا فيهم داك الحبه ديالنا بلون مختلف. تبعوا معايا الفيديو كامل باش تشوفوا طريقه وجميع المراحل. من بعد ما نبلت هدايا ضربت غرزه هنايا غنجي هنايا وغنزيد غرزه وغنمشي هاد الغرزات اللي عندي كاملين هنايا غنزيدو غرزه غير هنا. هنا ما غنزيد حتى غرزه صافي. دابا هنايا عندي 27 غرزه ديالي هي اللي بغيت انايا باش غنخدم عليها. صافي انا غنكمل الخدمه ديالي ونرجع ان شاء الله باش غنبداو نقسمو ونوريكم الطريقه كيفاش غنعملو باش غنطلعو الحبه ديالنا في الوسط بلون مختلف. هانتوما كيفما شفت معايا من بعد ما مشيت ورجعت دابا غنشبر وغنهز الطناج ديالي من هاد الاتجاه هدايا وغنخلي الطناج من اتجاه اخر وغنخلي 3 في الوسط. كما كنت معي من بعد ما حسبت لقيت لي 12 هنايا دابا هاد 12 هادو ما غنرجع فيهم وغير سمحوا لي كنخدم معاكم بلون مغلق حيت هاد الجلابه كيف ما قلت لكم غنطلعها بجوج الوان. العقيدات اللي غنخدم في الوسط غيكونوا بلون ديال الثوب. هذا هو الحرير اللي غنخدم به. العقيدات اللي غيكونوا في الوسط حتى واحد الطرزه تيجوني في الجنب. دابا نشارككم معكم ان شاء الله جميع المراحل ديال هاد الجلابه هذه باش تشوفوا الطريقه والتفاصيل كاملين.
صافي غنبقى ما شاف هاد الطناج ديالي حتى كنطلعهم كاملين، ومن بعد كنرجع كنطلع الطناج اللي عندي هنايا كاملين. عاد كنرجع للمرحله الاخيره باش كنخدمو الحبات ديالنا. هانتوما كيف ما قلت لكم غنبقى طالعه على هذا الشكل هدايا حتى كنطلع الروندا ديالي كامله. صافي انا هنايا غنبدل هذا الخيط هدايا كما شفتوا، يعني كنبقى طالعه بهذا الشكل هدايا. غنبدا نخدم معكم هذه وغنخدم من هز الطناج ديالي، عاوتاني غنطلع بنفس المرحله كما قلت لكم ملي غنطلعهم كاملين عاد غنرجع ان شاء الله باش غنشارك معكم هاد العقيدات اللي غنخدمو في الوسط. من بعد ما جيب الخيط الجديد غنجي نيشان هنايا وغنثبت الخيط ديالي في هاد الاتجاه. وغنجي هنايا وغنهز 12 غرزة، يعني نفس اللي هزيتي هنايا واللي غنهزو هنايا، وكنخليو 3 في الوسط. داكشي اش قلت لكم خصنا 27 غرزة، ولا بغيتو تخدموها بجوج كتهزو 26.
كما شفتوا من بعد ما كتبت لي الطناج ديالي ها نتوما هنايا كيبقاونا ثلاثة ديال الوردات، ها واحد ها جوج ها ثلاثة. دابا هاد ثلاثة ما غنخدمش فيهم وغنرجع كما قلت لكم، هاد ثلاثة غنطلعوا فيهم الحبات ديالنا اللي يجونا على شكل عقيدات وغنخدمهم باللون ديال التوب، يعني الحرير باللون ديال التوب. سمحوا لي طولت عليكم الفيديو، شكرا على المشاهدة وحتى التعاليق ديالكم والمتابعة. ما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء باش الكل يستافد. صافي كما قلت لكم غنبقى خدامه بهذه الطريقة هانيا. انا هنايا شاركت معكم غير البدايه ديال هاديه، صافي انا غنبقى مستمره حتى نكمل نصف الطوق ديالي كامل، نطلع هادو كامل هاد البلاصه هادي ومن بعد غنطلع هادي كامله وغنرجع ان شاء الله باش نشارك معكم الحبه ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في التتمه ديال الدرس هدايا، وشكرا على المشاهده والمتابعه ديالكم.